رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لي في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. ومن أكون وما قدري وما عملي، في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. إن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه، وإن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فصل الصبح وضحاه، وإن أردت أن تسأل عن تبتله وسكونه فسل الليل ودجاه، وإن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه. ولو سألت عنه الأرض قالت: ما وطئني أحد مثلما وطئتني قدماه. ولو سألت عنه السماء قالت: ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه. ولو سألت عنه الله لخاطبك لسان الأحدية ممزوج بالحقيقة المحمدية. كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه، كل ترنم حاملا بشراها. والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا، واجعل لها في جنة مثواها. في يوم تكريم الحاج زهير عبد الحميد الدمراوي، والد كل من الحاج نادر زهير عبد الحميد الدمراوي، والحاج عثمان زهير عبد الحميد الدمراوي، وخالص العزاء لعائلة ضيف والقليني والشربيني، أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في رحاب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يسقيه من حوض نبينا شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أيها الحضور الكرام، معنا في هذا اليوم الطيب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة الدكتور عبد الناصر حرس، ملك القلوب ومحرك القلوب وملك المقامات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. فيا قارئ القرآن، ما أحلاك تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا
يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول صورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك في مستهل هذه التلاوة القرآنية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف
قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا
الله عليك. عفوا يا سيدي ربنا يتقبل. يا الله على راسك. عليك يا دكتور.
حسين يا الله اكبر علي الحمد لله ذرية سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع فتقبل مني إنك أنت السميع العليم شتت نفسك ليه فيه؟ لا هو ايه بقى غلط؟ إذ قالت فتقبل مني إنك أنت
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فت
تقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن
كفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Oh.
طيبة. إنك سميع الدعاء. ونبيا من الصالحين.
الخبير. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. وسبح بالعشي والإبكار. العشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا صدق الله العظيم.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، في رحاب سورة آل عمران. تلاها علينا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة الدكتور عبد الناصر حرس، ملك المقامات ومحرك القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما، وأن يزيد صوته جمالا فوق جمال. في يوم تكريم الحاج زهير عبد الحميد الدمراوي، والد كل من الحاج نادر زهير عبد الحميد الدمراوي والحاج عثمان زهير عبد الحميد الدمراوي، خالص العزاء لعائلة الضيف والقليني والشربيني. وقد جئنا بدعوة كريمة من الإعلام القدير الأستاذ فهد الشربيني، في رحاب الفراشة الكبرى للحاج شندي وحجازي بدمتنو، والكهرباء الحديثة للحاج نشأت السيد متولي طرين البلد، ومهندس الصوت شريف مطاوع، والخدمات الفندقية للمتر جلال السعداوي سلطان. وأيضا تحضر معنا قناة الصحة والجمال، والمخرج العزيز الأستاذ إبراهيم صلاح، وأيضا كاميرات التصوير للشيخ رضا قاسم.